بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة الثامنة، انكسار الضوء، وعنوان درس اليوم: كيف تستخدم الانكسار لتشاهد الأشياء، الجزء الثاني. هدفنا في درس اليوم عزيزي الطالب أن تستقصي تطبيقات حول سلوك الضوء عندما يعبر الوسط الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية. إلى التهيئة بأشياء تعلمناها في الماضي: يسبب انكسار الضوء بين الماء والهواء إزاحة صورة العملة المعدنية. انظر إلى الشكل عند صب الماء في الكأس، فإن العملة المعدنية لا تظهر، ثم تظهر عند امتلاء الكأس بالماء، وذلك بسبب انكسار الضوء وظهور تخيلي وهمي للعملة المعدنية نتيجة انكسار الضوء بين وسطين شفافين هما الهواء والماء. كيف ينكسر الشعاع الضوئي عند الانتقال من الماء إلى الهواء؟ أحسنت، ينكسر مبتعدا عن العمود المقام، وهذا الرسم يبين ذلك. هذا هو العمود المقام، هذا هو وسط الهواء، ثم وسط الماء. عندما يسقط الشعاع من الماء إلى الهواء ينكسر مبتعدا عن العمود كما يظهر في الصورة أمامك. أسقط شعاعا ضوئيا على العمود على السطح، ماذا يحدث للشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط قليل الكثافة الضوئية مثل الهواء إلى وسط عالي الكثافة الضوئية مثل الماء كما يظهر عندنا في الصورة؟ إنه ينكسر مقتربا من العمود. والآن ماذا يحدث عند انتقال نفس الشعاع الضوئي من وسط عالي الكثافة الضوئية مثل الماء إلى وسط قليل الكثافة الضوئية مثل الهواء كما يظهر في الصورة؟ أحسنت، ينكسر الشعاع الضوئي مبتعدا من العمود المقام. النشاط 2 بعنوان: كيف تعكس اتجاه سهم باستخدام الانكسار. انظر إلى المقطع المصور، انعكس السهم وذلك باستخدام الانكسار. في البداية كان اتجاه السهم إلى اليمين، وعند ملئه بالماء تغير صورة اتجاه السهم وأصبحت إلى اليسار. ماذا حدث؟ هذا المخطط سيساعدك على شرح ماذا حدث. هذا هو الجسم، وهذا هي الأشعة الساقطة، ثم انكسرت وخرجت مرة أخرى ولكنها مقلوبة. إلى أسئلة المتابعة، أجري مع زميلك بحثا حول تطبيقات مختلفة يستخدم فيها الانكسار لعكس الصورة. ضع قائمة بهذه التطبيقات، والمطلوب منك عزيز الطالب أن تقوم بإعداد البحث وإرساله لمعلمك على منصة التيمز. فكر في طرائق ممتعة لاستخدام الانكسار في اللعب مع زملائك، ستقوم بشرح إحدى الطرائق وإرسالها إلى معلمك على منصة التيمز. ماذا تعلمنا من هذا النشاط؟ تعلمنا أنه يحرف الانكسار الضوء مسببا عكس جانبي الصورة. إلى ملخص الدرس، ينحرف الشعاع الضوئي عن مساره عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية مسببا عكسا لجانبي الصورة خلف كأس من الماء. يستخدم مفهوم الانكسار في الخداع البصري مثل السراب، البعد الحقيقي والبعد الظاهري. في فترة الشروق والغروب نرى الأشعة الضوئية من الشمس قبل رؤية قرص الشمس.
في أسئلة التقويم استخدم المخطط في الشكل الذي أمامك والذي يتضمن قالبين اثنين من متوازي المستطيلات ومتماثلين من الزجاج وشعاع يدخل القالب بزاوية للإجابة عن الأسئلة التالية. أولاً، كم يبلغ قياس زاوية السقوط في متوازي المستطيلات الزجاجي الأول؟ أولاً سنقيم العمود المقام كما يظهر عندك في الشكل عن يسار الشاشة، ومن ثم نضع المنقلة لتحديد زاوية السقوط. سيتبين أن زاوية السقوط تساوي 15 درجة. ثانياً، قدر زاوية الانكسار بعد عبور السطح الفاصل الأول، أي بين الهواء والزجاج في متوازي المستطيلات الزجاجي الأول، مستخدماً المخطط الذي أمامك. كم ستبلغ زاوية الانكسار؟ بوضع المنقلة ورسم الشعاع المنكسر سيتبين أن مقدار زاوية الانكسار 10 درجات، وذلك لانتقال الضوء من الهواء إلى الزجاج، فتقل زاوية الانكسار لأن الشعاع ينكسر مقتربا من العمود. ما زلنا عزيزي الطالب في نفس الشكل، والمطلوب منك هذه المرة أن تحدد زاوية السقوط عند متوازي المستطيلات الزجاجي الثاني. انتهينا فيما سبق من متوازي المستطيلات الأول، وهذا هو الشعاع المنكسر، والشعاع المنكسر الخارج من متوازي المستطيلات الزجاجي الأول سيكون هو الشعاع الساقط على متوازي المستطيلات الزجاجي الثاني، وبالتالي نرسم العمود المقام كما تعلمنا، ثم نضع المنقلة ونحدد زاوية السقوط 15 درجة. لاحظ الرقم. السؤال التالي: هل الزاويتان في السؤال A و B متساويتان؟ اشرح سبب ذلك. نعم، إنهما متساويتان بالتبادل الداخلي، وذلك بسبب وجود خطين متوازيين كما درسنا في الرياضيات. كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.